مجتمعنا هناك مجالان يتعايشان، هما المجال القانوني والمجال الغير القانوني. على الرغم من كونهما منطقتين متعارضتين تماما، إلا أنهما لا يتعايشان فحسب، بل هم مترابطان. هذا الترابط يتمثل في ويمثل مشكلة كبرى إذا ما اعتبرنا أن المزايا فيه هي أحادية الاتجاه. فالمجال الإجرامي يحتاج إلى العالم القانوني، حيث يتعين على هؤلاء المجرمين وعلى أعضاء هذا المجتمع التعايش معنا، بالتالي يمكنهم الاستمتاع بجميع المزايا التي يقدمها هذا العالم القانوني، من حماية للملكية الخاصة، من الأمن القانوني، الأمن القضائي، حماية اجتماعية. باعتبار أن مختلف هذه الأنشطة الإجرامية والأنشطة غير المشروعة، الغاية النهائية منها هو تحقيق ثروة اقتصادية، سواء لأولئك الذين يخططون ويهندسون لهذه الجرائم أو أولئك الذين يقومون بتنفيذها. فبالنسبة لمنظمة إجرامية، لا تنتهي مشاكلها الإدارية في لحظة إدراك ثمار نشاطها غير المشروع، بل على العكس، في تلك اللحظة ستبدأ مشاكل أخرى أكثر تعقيداً، مشاكل إدارية. فعلى سبيل المثال، دعونا نتخيل شبكة إجرامية تشتغل في مجال توزيع المخدرات، فعليها أن ترسم وتهندس كل عمليات الإنتاج والتوزيع، ثم تنتهي بهندسة تقنيات مالية معقدة جداً كي لا يتم كشف مصدر هذه الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع. فيبقى الحل الوحيد أمامها لعدم كشف مصدر هذه الأموال أثناء إنفاقها هو إعطاء مظهر الأصل القانوني لهذه الأموال القادرة. وجدير بالذكر هنا إلى أن غسل الأموال يستقي ويغذي نفسه دائما كان من القطاعات الاقتصادية الأكثر ضعفا، فكان القطاع المالي التقليدي هو أكثر القطاعات جاذبية لهذه المنظمات. في هذا الصدد ظهرت آليات جديدة ومبتكرة عوضت الطرق التقليدية لغسل الأموال التي كانت تلتجه إليها العصابات، والتي كانت تتمثل في اقتناء العقارات، في اقتناء شركات، أصول شركات وغيرها، باعتبار أن هذه الآليات أصبحت سهل عملية ترصدها من قبل السلطات الصاهرة على تطبيق القانون. وظهرت تقنيات جديدة كالبلوكشين، البيتكوين، الأصول المشفرة، العملات الافتراضية، وهي كلها مفترضات أو لمفردات لقاموس جديد تماما يؤطر مفاهيم تقنية نقل الأموال بسرعة وبشكل فوري في جميع أنحاء العالم. وقد تطورت هذه التقنيات المالية وتكنولوجيا المحاسبة بشكل أدى إلى تغيير جذري في المشهد المالي، بحيث شكل نوعا من قفزة نوعية، جعلت من الصعب ترصد هذه العمليات باعتبار أن عملية استعمال هذه الآليات يبدأ بإخفاء الهوية منذ العملية الأولى في عملية تبييض الأموال. إذن كل هذه الميزات التي توفرها هذه التقنيات من سرعة في التحكم في انتقال الأموال، ضمان إخفاء الهوية وغيرها، أسالت لعاب هؤلاء المجرمين الذين ينشطون في هذه الشبكات الإجرامية، والذين كانوا يبحثون دائما عن طرق للهروب من السلطات التي تدقق في العمليات المالية. الشيء الذي أدى إلى إقبال واسع على استعمال تكنولوجيا البلوكشين كوسيلة وأداة للأداء، رغم كونها لم تظهر إلا منذ عقد ونيف، ورغم غياب أي جهة تنظمها وجهة تشرف على إصدارها. لا شك أن هذه التكنولوجيات في اعتقادي أنها جاءت من أجل البقاء وسوف تدافع عن نفسها، رغم التحذيرات ورغم المنع الذي وجهت به من قبل كافة الحكومات. سأخذ المغرب نموذجا، ففي بدايات 2017، خاصة في نهاية 2017، في 20 نوفمبر 2017، صدر بلاغ من مكتب الصرف يحذر
المغاربة من التعامل بمختلف هذه العملات الرقمية باعتبار أن لا إطار قانوني لها. 2021 في فبراير صدرت دورية أخرى عن مكتب الصرف تحذر مرة أخرى بل وتقول بأن كل معاملة من هذا النوع من المعاملات المالية يشكل مخالفة وقد يشكل يتعرض صاحبها لعقوبات مالية وعقوبات زجرية. ماذا بالمقابل في أرض الواقع؟ ارتفع عدد المتعاملين في المغرب بهذه العملات الرقمية حسب آخر إحصائيات كان أصدرها بنك المغرب كان في 2022 إلى حوالي 1,200,000 متعامل بهذه العملات، وبأرقام وبرقم معاملات مهم جدا. هنا لاحظوا التسارع، نهاية 2022 سيخرج السيد والي بنك المغرب بإعلان عن جاهزية مشروع قانون سيؤطر هذه العملات الرقمية الذي لم يصدر إلى الآن، بمعنى أن هذه العملات ستبقى معنا وستظل تدافع عن نفسها، وبالتالي وجب إيجاد إطار تشريعي قصد تقنينها والتحكم فيها من قبل الجهات الساهرة على إنفاذ القانون. هنا عند الحديث عن الأصول المشفرة يمكن للقول بأنه مفهوم معقد ومتعدد المصطلحات، هل فيه مصطلحات متقاربة المفاهيم ومفاهيمه متداخلة لكل منها مدلوله الخاص رغم تقاربها. البلوكشين أو البيتكوين أصول مشفرة كلها مصطلحات من قاموس مستحدث وبقالب تكنولوجي رقمي للتعبير عن عمليات تحويل الأموال بشكل فوري ولكن بفوارق دقيقة سوف أتطرق إليها باختصار شديد. لعل الحديث عن هذه الأخيرة سيدفعنا إلى البحث عن المقارنات داخل العملات الرقمية نفسها بين تلك العملات القابلة للتحويل وعملات غير قابلة للتحويل، عملات وإن كان بذلك إجحاف في حقي لأن زملائي أخذوا أكثر لكن لا بأس. إذن سأمر مباشرة إلى محاولة تفصيل هذا لن إلى محاولة تفصيل بين هذه العملات الرقمية خاصة العملات الافتراضية والعملات الرقمية. فالأولى هي تمثيل لمشفر لقيمة يمكن تداولها رقميا واستخدامه كوسيلة للتبادل والتخزين ويتم تحديدها مع وحدات القيمة، وهي عملة غير صادرة أو مضمونة من أي نظام قضائي، على عكس العملة الرقمية التي تشكل التمثل الرقمي لأي عملة تصدر بشكل شرعي من قبل الدول وتدعمها مصارفها المركزية وتخضع للولاية القضائية لهذه الدول المصدرة لها. وتعد الصين في هذا السياق كانت السباقة إلى إصدار اليوان الرقمي الذي سمي بالرينميبي كعملة رقمية يصدرها البنك المركزي الصيني ويهدف إلى استبدال جزء من الأوراق النقدية والعملات المادية المتداولة بهذه العملات الرقمية، وقد شرع بالعمل به منذ سنة 2022. ومن شأن تعميم هذه الخدمة على باقي البنوك المركزية أن يقضي على مجموعة من التعاملات التي نعتبرها لا زالت تكنولوجيا رائدة بالنسبة لنا لكن ستصبح في حكم التكنولوجيا التاريخية كمعاملة سويفت وإلى آخره، حيث أن هذه البنوك ستتعامل مع عملائها دون حاجة إلى وساطات لبنوك أخرى. بخصوص العملات القابلة للتحويل والعملات الغير القابلة للتحويل، العملة الافتراضية القابلة للتحويل أو العملة المفتوحة هي عملة افتراضية لها قيمة تعادل وتخضع لعرض الأسعار ويمكن استبدالها وتحويلها لأي عملة أخرى كالحديث هنا عن الإيثريوم والبيتكوين وما شابه. من ناحية أخرى
هناك عملات غير قابلة للتبادل ولا لاستبدالها، وهي العملات الغير تسمى أو يطلق عليها العملات الغير قابلة للتحويل، وهي عبارة عن مجموعة من الألعاب التي ذكرها زميلي الذي تدخل. بقي أن أصل إلى توصيات. Vous pouvez continuer parce qu'il semblerait que je sois victime d'un décalage horaire. Continuez, on pourra passer la parole à la salle. D'accord. إذن بقية العملات الافتراضية إذن العملات الافتراضية المركزية والعملات الافتراضية اللا مركزية، هذه هنا التمييز على أساس الجهة المصدرة لهذه العملات والمتحكمة في النظام. فالأولى يقصد بها تلك التي تصدرها جهات أو حكومات وتدعمها بنوكها المركزية، بل ولها حتى السلطة في إلغائها وجعلها تختفي، وكذلك تحدد سعرها حسب إرادة الجهة المصدرة لها. أما العملات الافتراضية اللامركزية وهي بالتأكيد عملات مشفرة أو أصول مشفرة، يتم توزيعها مع نظام مفتوح المصدر على أساس خوارزميات عن طريق كتل تفتقر إلى السلطة المركزية. إنها مرة أخرى البيتكوين، الإيثريوم والريبل. هذه العملات تتأسس على المبادئ التالية: لا تحتاج إلى سلطة مركزية، يحافظ النظام على جميع الوحدات وأصحابها، لا يمكن تأمين ملكية الوحدة إلا للمستخدم إلا للمستخدمها في التشفير الذي يملك الشفرة، لا يمكن استخدامها في عمليتين متزامنتين بحيث يتم إلغاء إحداهما بشكل أوتوماتيكي. وبعد التمييز إذن بين مختلف هذه العملات، يبقى من الجدير الإشارة إلى أهم جوانب غسيل الأموال عن طريق الأصول المشفرة وأهم الآليات التي تستخدم في ذلك، إذ وبفضل التعاون الدولي المتزايد على مستوى الجهات القضائية والأمنية مكن من إنشاء نظام متكامل لمنع وقمع غسل الأموال، إلا أنه بالمقابل لذلك تقوم المنظمات الإجرامية بتحديث وتطوير تقنياتها، إما بواسطة أشخاص أو كيانات أو مؤسسات متخصصة في غسل الأموال من خلال الأصول المشفرة، باستعمال منهجيات جديدة لغسل الأموال. أذكر أهمها: تعديل أصول التشفير، والذي يمكن تعريفه على أنه مجموعة من العمليات اللازمة لمعالجة والتحقق من صحة المعاملات بالأصول المشفرة عن طريق استخدام شبكة البلوكشين، إذ لا يسمح البروتوكول بمعالجة المعاملات إلا لمستخدمين متخصصين يطلق عليهم في هذا المجال عمال المناجم. داخل هذه الشبكة ومن أجل التحقق من صحة المعاملة، يجب حل مشكلة رياضية معقدة باستخدام مفاتيح معقدة مرة واحدة فقط، وبمجرد القيام بذلك تتم إضافة المعاملة ككتلة أخرى لتصبح لا رجعة فيها. ويتم تقريبا إنشاء جميع العملات المشفرة الافتراضية اللامركزية من خلال التعدين. هذه العملية تتطلب عدد كبير ممن سميناهم بعمال المناجم سابقا، حتى أنه لا يمكن إحصائهم ولو بطريقة تقريبية، كما أن معدات التعدين مكلفة للغاية حتى تفوق معدة ثمن الوحدة الواحدة $2,000 للوحدة، وهي صاخبة جدا وتستهلك الكثير من الطاقة، فهي تحتاج إلى قدرات تكنولوجية كبيرة من أجل الحصول على هذه العملات، فضلا عن موارد اقتصادية وموارد بشرية مهمة في عالم الكمبيوتر. كما يجب أن تكون هذه المعدات مثبتة في أماكن عازلة للصوت، لذلك تميل معظم الشركات التي تشتغل في هذا المجال إلى اختيار البلدان الأكثر برودة، باعتبار أنها سوف تقلل من تكلفة تبريد هذه الخوادم. ويتعلق الأمر إذن بمنصات افتراضية تسهل تبادل أصول التشفير، تحكم العملاء في تحويل الأموال الحقيقية إلى أموال، أو تمكن العملاء من تمويل أموال حقيقية إلى أموال افتراضية والعكس كذلك، والقيام بمختلف التحويلات المصرفية عن طريق بطاقات الائتمان وغيرها. وهنا كما أشارت الزميلة المستدخلة الأولى، أصبحت اليوم البورصات
تعمل كمحافظ لعملائها، حيث يقومون بإيداع هذه الأموال في هذه المنصات، وتفرض البورصات رسوما مقابل استخدام هذه الخدمات. ومن وجهة نظر غسل الأموال فهناك مخاطر، يعني هناك مخاطر أذكر منها أنه لا يمكن لا يعمل العملاء في بلاد المنصة، يعني المتعاملين بهذه لا يمكن ضبطهم، باعتبار أن ربما المعاملة تكون في الصين أو في الهند أو كذا، والمتعامل مع المنصة في إحدى البلدان الغربية أخرى. كما يمكن السيطرة عليها مباشرة وبشكل سهل من طرف هذه الشبكات المتخصصة في غسيل الأموال. ثم كاين الآلية الثالثة التي سبق الإشارة إليها، هي آلية الخلاطات، وهي آلية كلاسيكية، موردي الخدمات والسلع، هذيك آليات لتبييض الأموال، وبطاقات البيتكوين، هذه لن أستفيد في شرحها. أخيرا حتى لا أطيل وأنهي مداخلتي، حاولت أن أحضر 5 توصيات يمكن العمل بها من أجل تلافي هذا الأثار السيئة لهذه العملية. أولا، على الدول الاعتراف ودمج هذه الأصول المشفرة وفق نظام مناسب لطبيعتها، مع التحذير من مخاطرها وإبراز فوائدها المحتملة، لا نغطي الشمس بالغربال كما نقول. ثانيا، أن يطبق نظام مماثل لذلك المطبق على المؤسسات المالية على مقدمي خدمات العملات المشفرة، بتعبئة وتحديد الأشخاص الذين يملكون وينقلون هذه الأصول. ثالثا، إحداث شرطة متخصصة وبيتكوين عالي في مجال غسل الأموال، مع إشراف جهات قضائية ونيابات عامة متخصصة أيضا داخل كل الدول المعنية. رابعا، ملائمة تشريعات الدولة في مجال غسل الأموال من خلال الأصول المشفرة وفقا لاتفاقية باليرمو. خامسا وأخيرا، زيادة التعاون القضائي والأمني من أجل تحقيق تبادل أسرع للمعلومات بين الدول، يتيح الوصول الفوري للمعلومات على مستوى الأنظمة، باعتبار أن هذه العملية تتم في ثواني معدودة. شكرا لكم على حسن قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير، وتابعونا على المواقع